هل كولر رفضه فعلا؟ في لعيبه كتيره كولر اتفرج عليها واتعرضت عليه من السكاوتنج آه. آه ما لقتش عجبه خالص عشان كده ما كانش في تفاوض قبل ما يجي الزمالك ولا بعد الزمالك؟ قبل ما يجي الزمالك <applause> ما كانش في اي تفاوض آه. المعلومه اللي بيقولها الهواري هي بناء على الكلام اللي كان بيكتب في السوشيال ميديا آه. ولكن تفاوض معنا دي ما حصلش طيب. تفاوض مع عمر فرج ما حصلش لكن آه. كان من ضمن الاسماء المطروحه كاسماء كتيرة اتعرضت يعني تعرضت آه. لا من السكاوتنج لا ما السويدي اطلاقا اطلاقا ولا مع اللاعب اطلاقا خليك فاكر آه. احنا اتفقنا هنا وقلنا في اسماء لعيبه كتير جدا بتتقال في الشهرين اللي فاتوا هيجوا آه. ومش هيجوا هيمشوا آه. ومش هيمشوا في اسماء انا فاكر وقتها قلت لك حتى وكان هواري موجود قلت لك في اسماء بتتقال في الاهلي هتمشي آه. وهتفضل موجوده آه. كان ابرزهم كهرباء وقفشه آه. وفعلا مستمرين طيب وفي اسماء اتقالت ان هي هتيجي ومش هتيجي آه. واسامي ثانيه ما كانتش مطروحه وجت بس انا عايز اقول لك على حاجه الاهلي تفاوض مع عمر فرج وتفاوض مع اكس ماشي طيب خلاص واقدم له عرض بطولة هوارك نف... بطولة هوارك لفض نفضل الاشتباك نفضل الاشتباك, نفود الاشتباك.